مشاهدينا الأحبة، ننتقل مباشرة إلى مصطفى السعدي للوقوف دقيقة الصمت. صباح الخير زملائي في الاستوديو. الثالث من آب هو الثالث من الحزن على ثلة من الشعب العراقي، من أصحاب الأرض والمشاركين لنا في هذه الأرض وأخوة لنا في الأرض هم الأيزيديين. هذا التاريخ المشوم الذي يتذكره الأيزيديين في هذه الذكرى الذي تعرض له من الإبادة الجماعية بتوجيه من رئيس الوزراء ومن رئاسة الوزراء ومن الحكومة العراقية، وقفة حزن دقيقة وصمت على الأرواح الذين ماتوا، الذين فقدوا والذين استشهدوا من الأيزيديين في سنجار في الموصل ومن تشرد منهم. هذه المعاناة ما زالت مستمرة لأهالينا الأيزيديين، ما زالوا يعانون من الفقدان، ما زالوا يعانون من التشريد، ما زالوا يعانون من الانتهاكات التي تعرضوا لها على أيدي العصابات الإرهابية، داعش الإرهابي. ما زالت هنالك آثار الحزن وما زالت هنالك آثار يعانون منها في العيش. الآن هذه الطبقة من المجتمع العراقي الذين يمثلون نصف من عددهم تحديدا هم يعيشون في العراق. كما تشاهدون الآن نحن في أحد تقاطعات بغداد، هنالك وقفة حزن ودقيقة صمت لهذه الأرواح استذكارا لهذه الإبادة الجماعية التي يقف فيها المواطنون وقوات الأمن تنفيذا للتوجيهات التي أطلقتها رئاسة الوزراء. نعم انتهت الدقيقة الآن ونعود لكم زملائي في الاستوديو. نعم مصطفى السعدي كنت ويانا من واحدة من مناطق بغداد طبعا.